بسم الله. السلام عليكم بنياتي وليداتي امتي حباباتي خوتي خواتاتي في المكان. كديرين ياك؟ لاباس بخير؟ لاباس عليكم ياك هانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب الصلاه عليه والسلام. كديرين البنات الحبابات المتبعين متتبعين ديالي؟ كلشي لاباس، كلشي بخير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم عندي هاد الحوت هذا ان شاء الله اللي غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم ندير به واحد الطويجين ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. عندي مطيشه، عندي الجلبانه، عندي القرعه، الفلفله، السيترون، الزيتون، وعندي هنا البنات معلقه ديال التحميره ومعلقه ديال الخرقوم ومعلقه ديال سكينجبير وراس معلقه ديال الحار ديال السودانيه، وعندي قزبر ومعدنوس والثومه البنات ها هما كتشوفوا فيهم اللي مخلطين هنايا. وغادي نعصر فيها الشرموله الحامض ان شاء الله الرحمن الرحيم ونخلطها مزيان، هي باش غادي نشر من الحوت ونعاودو. هنا انا قلت لكم التحميره، خرقوم، سكينجبير، راس معلقه ديال السودانيه، معلقه صغيره من الحاجه، والفلفله السودانيه اللي هي فلفل حار دايره من نهار وي صعي شويه حيك حاره بزاف بزاف بزاف. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نمشي معكم في الشرميل وفي الطاجين ان شاء الله غنديرها في الطاجين. وهنا البنات ان جبت انا الدجاج البارح واحد 6 ديال الفرارج ونقيتهم وقديتهم وعاودتهم، بقات لي هنا داك الفداوش ديالهم اللي غادي نعاودهم تما ونديرهم في طبيصلات اللي غنرافق بهم الحوت ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنديرهم الشرموله ديالهم تما نفس اللي درت النيت ديال الاقامه وكل شيء، وغادي نديرهم بوحدهم فواحد الطويجين صغيور ولا في شي حاجه وغادي نطيبهم بوحدهم وغادي نوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الخير الطاجين ديالو الاخر ديالو ما نخليش يجي ان شاء الله بيد الله سبحانه وتعالى. البنات غادي نقطع مطيشه دويبرات، هي الاولى اللي غتجي تحت الحوت بحال هكا، ندير دواور والثاني نقطع الاخر بحال هكا. تنجي للقرعه حتى هي كندير لها هكا، من هذاك الشيء صحي وزوين. نسمي البنات تنجي الفلفله حتى هي اللي كتجي مع الحوت زوينه بزاف لذيذه. هي كلشي مغسول مقطع نمشي معاها حتى هي دويرات بحال هكا البنات. واحد ديال الفلفل ما كنديروا هذا الشيء راه ما كيحرق ما والو، كيجي زوين ما فيه لا زيت تما لا اقامه لا والو. نزيدو نشرملو البنات ونحطو في الطاجين الحوت. هنا
هكا بنياتي كما تتشوفوا. عارفين الحوت راه دغيا كيطيب ما كياخذش الوقت، هكا بنياتي حنا غاديين مع الطواجين ديال الحوت. يجي رائع، تيجي زوين بزاف، نتمنىكم ان شاء الله تجربوه، كل واحد وشحال خاصو يدير. اللي كان داير بزاف ولا انا مع وليداتي ان شاء الله الرحمن الرحيم الويكاند. هكا البنات هانتوما البنات كيما تتشوفو، هاداك نزيد فوق منو القزبرة والمعدنوس باش يتلسن مزيان، هاي واحد الريحة زوينة ان شاء الله. راني ذكرت ليكم معرفتش ذكرت ليكم الملح، معلقة ساقي تاع الملح. تشوفوا البنات غنزيد فوقو قزبر ومعدنوس بحال هكا، كيجي زوين ملي كتزيدي فيه من الفوق بحال هكا قزبر ومعدنوس، وتخليه يطيب على خاطرو كيجي رائع. تندير بنياتي الجلبانه كما تتشوفوا فيا هاهي، تجي زوينه مع الحوت. هانتوما البنات كندير الزيتون، تندير البنات ورق ديال عصاية سيدنا موسى فوق منهم بحال هكا كما تشوفوا. هانتوما بنياتي ها الطاجين كتشوفو فيه ديال الحوت، هانتوما البنات اللي هو فيه فوق الجلبانة والزيتون. البنات كما كتشوفو هنا راه درت البصلة والقرعة كنقلي فيهم هنا في البراينة كما كتشوفو هانتوما، غير الزيت والبصلة والقرعة قرعة خضرا رائعة. هانتوما البنات بحال هكا، شوفو معاها هكا ملي كنديرو هادشي بحال هكا، هو يجي نتا الحوت هدا تيطيب. هانتوما البنات كيفاش تبارك الله واعر ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله الرحمن الرحيم، كبير زوين بزاف. دابا راني غادي نلوح هاد الشي ديال الدعوش، نبدا غادي بنياتي بحال هكا، ديري فيهم الحامض، ديري فيهم الحامض مصير، ديري فيهم كلوش يحب يدير بنياتي. الجليقة ما بنياتي بحال هكا نديرها حتى هي كما تتشوفوا. هذه راه كتجي زوينه، تجي واعره، تجي حنة، جربوها وغادي تفكروني ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبة في رمضان بلا رمضان يعني بحال هكا، ما فيها لا خضرة لا والو، فيها البصلة
نلقى في الخضار بيا الكبدة القنوصة داك الجو داك الجوين حيت داكشي لي فداو واش لي مقطع من الدجاج لي دجاج بلدي لي انا غسلتو وقديتو درتو في هانتوما البنات هكا الحامض مصير بعد ما كتقلى باش ما يجيناش داك المر كنحيدو هاد العظيمات هادو راه دايره انا شويه الحامض القرص الاخر معصر الليمون ديالو هذا تندير ليه بحال هكا البنيات كما كتشوفوا ها نتوما غاسله وكنحيد ليه العظومه ها نتوما بناتي بحال هكا كما كتشوفوا حبيباتي ها نتوما البنات ها نتوما راه تيجي رائع وزوين ياتي شوفو داك الشرموله ديالو كتجي خاطره وتجي زوينه ها نتوما البنات حلو راه ما تندير داك الحامض المصير حتى تتقلى واسمو عاد تنديرو ها نتوما حباباتي كما تشوفو هذا هنا درت واحد الشويه تاع الدجاج البلدي البنتي ما تتاكلش بلا الفداوش ها نتوما الحبابات هكا نغطي عليه ونخليه يطيب على خاطرو طويجين تاع الحوت هاكا تبارك الله كيفاش وعصاية سيدنا موسى وجليدينات وزويتينات الربيع إيوا النهاية إن شاء الله نوريكم هانتوما البنات كيما تتشوفو هانتوما البنات ها الطواجين تاع الحوت تبارك الله عليكم بنياتي تابعوني في قناة كويزين عمر تبارك الله عليكم تنشكركم فرحتوني سعدتوني الله يسعدكم في حياتكم الله يفرحكم الله يعاونكم ويعينكم في هذه العواشر ان شاء الله وشكرا لكم على السلامه.